ام اي بوي اي هاف تو ايز. مروان يا ابني جيت وقتك، انا جايب مصلحه لسوبر ميرو انما هتاكلنا الشهد. منتج كبير قوي كلنا عارفينه، عاوز يعمل لها فيلم وجايب لها شيبة وسعد الصغير والليسي. هو مش جايب سفينار؟ هيبقى كتير. الفيلم ده هينزل في العيد وهيدفع لها 2,000,000 جنيه وعمولتك لن تقل عن 30,000 جنيه. ده كتير عليا قوي. لكل مجتهد النصيب يا ابني. وعشان انا بقى مجتهد فانا نصيبي ان انا اسيب الجريدة الزبالة دي. إيه، انت قلت حاجة ولا انا بتهيألي ودي في عقلي الباطن؟ قلت الجريدة الزبالة دي. ايه بتكلم حماك بالطريقة دي؟ دي استقالتي. انا ما يشرفنيش ان انا اشتغل مع واحد بياخد عمولات من وراء بطلة خارقة زي سوبر ميرو. قول انك عاوز تكوش على المصلحة لوحدك. بالظبط، خطيبتي وانا وهي احرار. امال كنزي بتعمل ايه؟ باكل بان؟ لا، مرحلة وعدت. انا خلاص مش محتاج لها ولا محتاج لك. عن اذنك يا ابو كنزي. ابو كنزي؟ في 60 داهية انا اعمل 100 صحفي احسن من عينتك. ليمون يا ابني جيت في وقتك، اقعد. مالك يا ابني؟ انا هخليك اهم صحفي في الجريدة، انت اللي هتمسك صفحة الفن مكانه. لا امسك انت عشان انا مش قادر امسك. ايه دي؟ دي استقالتي. ايه فرد الكتاكيت اللي صابتكوا دي؟ همسك رئيس شيفات في مطعم ابن البحر بتاع السمك اللي على اول شارعنا. انا خلاص كلمت ابن البحر وهو قابل يوظفني. هو صحيح السمك يحب الليمون، بس يا ابني ليه تضيع موهبتك في الزفارة دي؟ ما هي زفارة هناك لا تختلف عن زفارة هنا شيئا يا فندم. يا ابني انت صحفي شاطر وليك مستقبل. انا لو صحفي شاطر ما كنتش ابيع مقالاتي لواحد واطي زيك. انت قلت حاجة ولا ده في اللاشعور عندي؟ ايوه قلت واحد واطي زي حضرتك. ايه حضرتك دي؟ انت اتجننت يا ليمون الكلب؟ لا، هتغلط وهتبوط، هنزل وهغوط. انا مش شايف حد عميت، انا مش عارف فين البيت. لا يهمني تقبل استقالتي ولا لا، انا مش عايز الصحافة تاني ولا عايز اشوف اميرة دي تاني. انت فاهم؟ فاهم يا ابني فاهم. سلام يا ابو كنزي. في امان الله يا ابني. ايه كلهم عمالين يقولوا يا ابو كنزي ابو كنزي؟ يا البت دي شمال ولا ايه؟